ونبص بقى على مباراه فاركو. وده السؤال المهم بالنسبه لي، انه مباراه فاركو مباراه ما اعرفش ليه الناس شايفه ان هي مباراه سهله، مع ان انا بشوف ان مثل هذه المباريات اصعب كتير جدا جدا من مباريات لفرق بتلعب في منتصف الجدول فقط. وجهه نظري يعني. طبعا اكيد رأيك. يمكن بدايه يعني مش عارف نقول ايه، بس مبروك طبعا 3 بونت النادي الاهلي، مباراه القمه اللي ما اتلعبتش، لكن بالنسبه لنا 3 بونت مهمين جدا في صراع المنافسه مع بيراميدز، مباراه من ضمن المباريات المؤجله اللي انت يعتبر حسمتها ب3 بونت مهمين جدا. بالنسبه لمباراه فاركو، انا مش شايف ان في مباراه سهله، والدليل مباراه الداخليه، انت يعني سبت المباراه وانت متعادل، بعد كده ترجع للمباراه، فما فيش مباراه سهله، خصوصا ان احنا لو هتتكلم باعتبار ان كل المباريات دي من الدور الثاني، ما فيش مباراه سهله في الدور الثاني. وللامانه ان فاركو بيقدم بشكل كويس جدا مع احمد خطاب، حتى النتائج اتحسنت بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام في المباراه. صحيح، لكن على فكره قبل الماتش الاخراني ده بيعملوا ماتشات كويسه، بس بيتغلبوا او بيتعادلوا. لا وكان بيكسبوا، يمكن لما يكسبوا كمان الاتحاد، وده بيبقى برده شبه انه ديربي شويه يا كابتن اسلام في اسكندريه. صح. فاركو والاتحاد، فدي اكيد هتديهم ثقه كبيره جدا لفاركو. ولكن الاهم من ده كله كان انت محتاج الثلاثه بونت، انت كنادي الاهلي مش مهم انت بتلعب مين طبعا. انت كل ماتشاتك بالنسبه لي، وخصوصا المباريات المؤجله، انا شايفها انها مباراه كاس حقيقي. لان انت عندك فرق بنقط بينك وبين بيراميدز في صراع البطوله، اللي هو شبه بقى محسوم بين الاهلي وبيراميدز، انت محتاج تحقق العلامه الكامله في كل المباريات لحد ما تلعب بيراميدز في المباراتين. صحيح، فاكيد مباراه فاركو مهمه، كل المباريات مهمه جدا جدا في صراع البطوله. يعني فاركو دائما من الفرق اللي بتعتمد على ان هي تقفل بشكل كويس، وتعتمد على الهجمات المرتده. كيف يستطيع النادي الاهلي ايقاف هذه الخطوره، وكيف يلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ انا بشوف ان فاركو جيدين جدا في التحول الهجومي. دي حقيقه، يمكن حتى الهدف اللي حرزوه في مباراه الاتحاد يمكن هدف من الاهداف الجميله في الدوري لهذا الموسم. اكيد هو من خطا دفاعي وخطا من مهدي سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد، لكن يعتبر هدف من الاهداف المميزه جدا جدا اللي ممكن تنافس بقوه على انه من افضل الاهداف. لكن هم لعيبه فاركو بشكل عام يا كابتن اسلام، يعني لعيبه فاركو بشكل عام يا كابتن اسلام، مع احترامي الكامل، لكن هم عشان هم بالنسبه لهم يعني النتائج ما كانتش مساعداهم في بدايه الموسم، فدلوقتي بيلعبوا بتحفظ كبير جدا في النواحي الدفاعيه، وبيعتمدوا بشكل كبير قوي على الهجمه المرتده. واغلب الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بنفس الشكل يعني. صحيح. مهم جدا النادي الاهلي بكره او وده الطبيعي، النادي الاهلي يبدا ضاغط، لانه يوم الجمعه يعني يبدا ضاغط، لان هدف مبكر هيحل كل الامور دي يا كابتن اسلام. صحيح. خصوصا مع الفرق اللي بتعمل تكتلات دفاعيه. وانا شايف ان الاهلي محتاج 3 بونت، فاكيد مستر كولر بيلعب بشكل متوازن بشكل كبير جدا، لكن الهدف هو يبقى 3 بونت. يعني اللي مطلوب من النادي الاهلي زي ما انت قلت الثلاثه نقاط، يعني انا بشوف ان بغض النظر، ما اعرفش برضو رايك في هذا الامر، ولكن بغض النظر عن المهارات وعن التكتكس وعن، انا وجهه نظري الثلاث نقاط هي الاهم. طبعا طبعا، يعني في الصراع اللي متواجد بشكل كبير جدا بين الاهلي وبيراميدز على البطوله، مع كمان صعوبه الناس بتستسهل يا كابتن اسلام، انك مثلا تقول بيراميدز مثلا فارق ب 10 بونت وانت عندك 5 مباريات مؤجلين، بالعكس دي حاجه صعبه جدا، ودي بتعمل ضغط كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، لان انت مطالب ان انت عشان تعوض الفرق تكسب كل المباريات المؤجله. صحيح. فدي حاجه مش سهله، يعني انا بشوف ناس في الشارع بتتكلم ما احنا عندنا 6 مباريات مؤجلين، لا الموضوع مش سهل. صح. الموضوع صعب جدا، لان انت الست مباريات دول الفريق المنافس بالنسبه لك هو كسبهم، فخلاص عمل الفرق وهو مرتاح، لكن انت محتاج تكسب الست مباريات دول عشان تقرب الفرق لحد ما عندك مباراتين مع بيراميدز بشكل كبير جدا، ومن وجهه نظري هم ممكن يحسموا بطوله الدوري يعني. المباراتين بتاع بيراميدز يعني انه بيراميدز، انا بشوف ان يجب ان انت تاخد كل مباراه لوحدها على حده. طبعا، ما انا عشان كده بقول لك انت محتاج تكسب الست مباريات المؤجلين الاول، هم 6 تقريبا، مظبوط كده ولا انا؟ 3 في 6 ب 18. صح. 18 بونت، هتبقى انت فارق تبقى انت فارق ببونت لو كسبت 6 مباريات، وبعد كده هتلاعب بيراميدز مباراتين، المباراتين دول هيبقوا ب 12 بونت مش ب 6 بونت بس، فهيبقى مهم جدا. لكن انت اكيد مباراتين ب 6 يعني ما انت بتتكلم المباراه ب 6 بونت، يعني لان هم بنسبه كبيره جدا هيفرقوا في شكل الدوري. لكن اكيد الجهاز الفني واللاعبين بيركزوا وبياخدوا كل مباراه بمباراتها، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. صحيح. والا مش متعود انه بيلعب في كل البطولات، بيجي بيفصل، بيلعب في افريقيا فبيركز في افريقيا، خلص افريقيا في نفس اليوم او تاني يوم بيقفل صفحه افريقيا ويركز في دوري، خلص دوري لو عنده كاس بنفس الكلام يعني. فاكيد